نستقبل في الايام القليله القادمه ذكرى استشهاد مولانا وامامنا الامام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فعظم الله اجورنا واجوركم في هذه الذكرى قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قد قد تصدر احيانا من بعض الناس بعض التصرفات الحمقاء او العدوانيه الطارئه هنا لا اتحدث عن حالات من الاعتداء والتصرفات الحمقاء التي تأتي مبرمجه ومقصوده وعن عمد ومتكرره وغير ذلك، هذه قد تحتاج الى معالجه خاصه، انا اتكلم عن ما يواجهه الانسان بشكل يومي تقريبا من تصرفات جاهله وحمقاء من قبل البعض دون ان تكون في الاساس ان تكون انت مستهدفا من خلالها، وانما هكذا يحدث هذه التصرفات الحمقاء والعدوانيه سواء كانت بالقول او بالفعل واحيانا حتى بالنظرات مثلا هذه تحتاج الى ضبط للنفس بحيث تتجاوز عنها ولا تعطيها اهميه وبالتالي انت تريح نفسك من جهه ومن جهة أخرى لا تفتح مجالا للشيطان ولا للطرف الآخر بأن يتمادى بمثل هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى يثني على عباد الرحمن على عباده يثني عليهم بأن من صفاتهم أنهم يتجاوزون مثل هذه المواقف. يضغطون على انفسهم كي لا تلح وتطالب بالثار والانتقام عندما يهينك احد عندما يشتمك احد عندما يتصرف بطريقه عدوانيه وانت في هذه اللحظه تريد ان تثار لكرامتك ولنفسك ولكن نفسك تدعوك الى عدم التجاوب مع هذا الانسان اهماله وتغافل عنه وتجاوز الموقف هذا يحتاج الى جهاد للنفس ضغط منك على نفسك وعندما تنجح في ذلك انت اكتسبت وتميزت واتصفت بواحده من صفات عباد الرحمن وما اجمل هذا التعبير وما اعظم هذا التعبير وما اعظم انضمامك لفريق عباد الرحمن ان تكون من هذه المجموعه التي اثنى الله عليها ومدحها طيب وجمله قالوا سلامه هي كنايه عن مثل هذا التصرف من قبلك انك تتعامل مع هذا الطرف المعتدي او الاحمق ان تتعامل معه بطريقه ان تكون صفه هذا التعامل هو السلام انك ما تطلب النزاع والخصومه والاهانه وغير ذلك لا يراد هنا خصوص ان تقول سلام او السلام عليكم مو هذا المراد هذه كنايه عن طريقه التعامل البعيده عن العنف طريقه العفو وتجاوز هذا الامر كي لا تحول الموقف الى شراره قابله ان تفجر الوضع وتحدث من خلال تصرف احمق من طرف ما تحدث حاله من النزاع او الضرب او السباب والاهانات وحوادث السيارات وغير ذلك نتيجه تفاعلك مع ذلك التصرف الاحمق اتركه تجاوز عنه وحين ذاك انت تكون قد تصرفت بالطريقه الصحيحه لماذا لانك تتعالى تتعالى على مثل هذه التصرفات لانك لا تريد ان تنزل الى مستوى هذا الانسان الاحمق الذي اساء اليك لا دينك يسمح لك أنك تنزل إلى مستوى ولا أخلاقك تسمح لك ولا شخصيتك تسمح لك ولا حكمتك تسمح لك أنك أنت تنزل إلى مستوى خزك نظر إليك بنظرة فيها إهانة تصرف بطريقة أشر بإيدة إشارة قال قولا دعه دعه اتركه واحيانا لو انك انت قلت قلت سلام مثلا بحيث هو يسمع لربما يفهمها على انها اهانه ونفس كلمتك هذه قد تتحول الى شراره للنزاع يعني يقول لك ماذا تقصد بهذه الكلمه؟ اني انا من اولياء الشيطان وانت من عباد الرحمن وتبدا المشكله ولذا ليس المراد أن تلتزم فقط بأن تقول سلام وتبطن داخل كلمة سلام إهانة له أنك من أولياء الشيطان، ليس هذا المراد المراد أن تنزع فزي فتيل الأزمة لا تتحول لا يتحول الموقف إلى أزمة ومشكلة الإمام موسى الكاظم عليه السلام اشتهر بضبط النفس على أعلى مستوى وليس في حاله او حالتين من هنا اكتسب عند الناس صفه كظم الغيظ ولذا صار ابرز ابرز لقب للامام الكاظم للامام موسى بن جعفر عليه السلام انه الامام الكاظم الامام موسى بن جعفر عنده مجموعه من الالقاب ولكن ابرز لقب له الكاظم ولأنه لقب مميز نعرف بأن هذه الصفة أن نتحلى بها هي صفة أيضا ماذا؟ مميزة إذا كنت أنت من الكاظمين للغير يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لتلميذه لصاحبه هشام بن الحكم في وصيته الطويلة عند وصية طويلة محورها العقل ودور العقل في حياه الانسان المؤمن جدا رائعه في اول فقره منها يقول ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال لاحظوا ما سيقوله هم اهل هم يعني يخص اهل العقل والفهم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فالاحسن في مثل هذه المواقف ان يتجاهل الانسان حماقات الجاهلين ولا يستجيب لها. نعم احيانا ما تكون من باب حماقات الجاهلين وانما لربما مجموعه من الاخوه او من الاصدقاء او ابناء العمومه او الزملاء مثلا في موقع معين دراسي او عمل يصدر تصرف منهم او كلام يدور بينهم حوار نقاش في قضيه ما هذا الحوار والنقاش يتطور يتحول الى خصومه ونزاع وما شبه ذلك طبعا على المستوى الكلامي ثم نجد بان هذه العلاقه التي لربما دامت سنوات قد عكرت ولربما يفترقان او يفترقون ولا تعود هناك العلاقه علاقه الصداقه قائمه او يكون هناك قطيعه رحم او غير ذلك هذا لا يتوافق مع ما يريده الله سبحانه وتعالى الشيطان هو الذي ينفخ من اجل ان يشعل النار بين المتحابين الاخوه والاصدقاء فاذا وقع مثل ذلك بين المؤمنين بين الاخوه بين الاصدقاء بين ابناء العمومه لابد ان يبادر طرف منهم ان يبادر احدهم الى ان يعيد المياه الى مجاريها ويصلح مثل هذه الخصومه والنزاعات ان كظم الغيظ والعفو على الناس والعفو عن الناس وتجاوز الحماقات وتصرفات الجاهلين تعد من حكم الحياه التي تجنبنا الوقوع في صدامات وصراعات تفرح قلب الشيطان الذي يريد ان يوقع العداوه والبغضاء بين الناس وتجعل الحياه من حولنا أجمل وأهدأ وترفع منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى وقيمتنا المعنوية في أعين الناس ومن هنا نال إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام التقدير والثناء إذ لقب بالكاظم إعجابا بهذا الجانب المميز من شخصيته بسم. الله